خش بينا بقى على مو صلاح. محمد صلاح طبعا يمكن افضل لاعب في العالم، هو دلوقتي بيقدم مستوى اكتر من رائع. محمد صلاح تطور كتير جدا، بيقدم كوره حلوه باهداف ممتعه، ارقام قياسيه، اصبح من اللاعبين الاساطير في نادي ليفربول وفي الدوري الانجليزي. طيب. وفعلا من افضل لعيبه العالم، ومن وجهه نظري هو افضل لاعب في العالم حاليا. بالمستوى اللي بيقدمه على ارض الملعب وكمان عقليته خارج الملعب. طيب. محمد صلاح قدم اوراق اعتماده مع ليفربول، وفي كره القدم العالميه هو اصبح النجم الاوحد في الدوري الانجليزي وفي نادي كبير زي ليفربول. طيب. موضوع تجديد العقد طبعا في كلام كتير جدا في الصحافه الانجليزيه، وكمان بالنسبه كمان لوكيل محمد صلاح. محمد صلاح طبعا نجم كبير، وبيتعامل ان هو نجم كبير في ليفربول، وطبيعي ان هو يطلب طلب ان هو يبقى راتبه راتب عالي، ويمكن اكبر راتب في الفريق في ليفربول، وده حقه. وهو قدم كل حاجه للنادي وخد بطولات مع النادي وحقق ارقام قياسيه، الجماهير بتعشق هناك بتسميه الملك المصري ايجيبشن كينج. فاعتقد ان محمد صلاح اي طلب يطلبه من ليفربول هو حقه المشروع، وطبيعي ان هو يدور على مصلحته لان هو عمل كل حاجه مع النادي وما قصرش في اي حاجه. وانا شايف ان موضوع تجديد العقد ده هو طبعا في شد وجذب، بس انا شايف ان ليفربول ما يقدرش يسنى محمد صلاح، ما يقدرش يفرط في لعيب بقيمه محمد صلاح اللي هو فعلا دلوقتي هو النجم الاوحد في النادي. فانا شايف ان هو من اساطير النادي، وان حتى المسؤولين عن النادي او اداره النادي هتبحث موضوع محمد صلاح وان هم هيجددوا العقد في اقرب وقت ممكن. بس مش ممكن على استقرار الفريق. مش ممكن.